ادي عندي مكاريلا اهو مغسول ومتنضف وزي الفل، هروح حاطاه في بوله كده بالشكل ده. ويا سلام بقى لما بيتشوي، يا ربنا بالمنظر ده كده اهو. واروح واخده باقي التتبيله الحلوه اللي احنا تبلنا بيها السمك، واروح نازله بيها على المكاريل الجميل بتاعي ده بالشكل ده كده، واقلب الحلو ده كله كده في بعضه بالمنظر ده كده. زيت سخن على النار، زيت سخن على النار. ليه؟ لان انا النهارده المكاريل بتاعي حضرتك هتعمليه صينيه، فهتاخديه زي ما هو كده، نقطع له حلقات طماطم، ونقطع له حلقات بصل، وحلقات فلفل، وكل ده نحطه ونقلبه كده مع بعض في صينيه مع شويه الدقه بتاعت التتبيله بتاعت السمك، وارص السمك عليه وادخله الفرن مع رشه زيت. مش قادره اقول لكم بيبقى طعمه عامل ازاي. ياه، بصوا يعني الناس اللي بتعشق المكاريلا عارفين انا بتكلم عنه. اتحمر تمام وزي الفل. انا عايزه اديله تطعيمه زياده، زي ما بنقول كده اهم من الشغل ظبط الشغل، الفلفل يا رغده. فهنروح نعمل ايه؟ هروح جايبه كده بوله، اروح حاطه فيها عصير ليمون، واروح حاطه فيها حبه كزبره ناشفه، ثوم مفروم، شويه من الشبت والكزبره الخضراء دي كده الدقه اللي هي بتاعه السمك، حبه من الكمون، الثوم، الفلفل اللي بيتفرم بسرعه بسرعه، شويه من الملح، عليهم حبه من الميه، مش كتير مش كتير مش كتير اهو، بس كده تمام. تمام، هيجيبوا لنا الفلفل دلوقتي، وهنقلب ده كله كده مع بعضه بالشكل ده. وساعة التقديم، ساعة التقديم هنعمل ايه؟ هنروح واخدين من التتبيلة دي وهو الطبق كده مرصوص، وحاطين فيه السمك المقلي بتاعنا. عايزة تاكليه زي ما هو كده مقرمش، ما عنديش مشكلة. عايزة تاكليه ان هو متحيق زيادة زي ما بنقلي السمك البلطي. انا عندي في البيت اما بقلي السمك البلطي بروح عاملة له تتبيلة من نفس التتبيلة اللي انا بقولها ديت، او اللي هي من تتبيلة السمك، واحط عليه شوية مية زي التتبيلة بتاعت الشوي كده. شفتوا لما بنشوي سمك بالردة وبنروح حاطينه في الطبق كده او في الصينية ونغرقه بعد كده دقة، هي دي الدقة اللي احنا بنعملها. انا ساعات كتير قوي بعملها للبولتي المقلي، لو انا بسيب جزء منه عشان يبقى مقرمش كده وزي اللي بيحبه مقرمش، شكله مقرمش، والباقي بروح حاطه عليه التتبيلة اللي انا بتكلم عليها ديت، بسقي بيها السمك. القرمشة تحس ان انت ايه بس عندك تقديم على طول علشان ما يطراش ويبوش. خلوا بالكم اللي انا بقوله، مش عايزاه يطرى ويبوش، مجرد ما يتحط كده يبدا ان هو يتطعم تطعيمه كويس. ادي الفلفل اهو، بس فتحسوا المزازه بتاعت الليمون الكتير اللي محطوط مع الثوم مع الكمون والملح والخلطه كلها بتدي تطعيمه زياده للمكرونه. شايف كده؟ فين هي؟ اهي. يلا يا جيم، شفت الدقة الحلوة بتاعتنا دي؟